السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الثلاثاء 2 ذي القعدة لعام 1438 للهجرة، الموافق 25 من يوليو لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. يحل المهندس إيهاب شاهين والدكتور أبو بكر القاضي ضيفان على قناة صفا الفضائية مساء الثلاثاء في برنامج استوديو صفا. يبدأ البرنامج في تمام 8 مساء بتوقيت القاهرة، ويتناول التعليق على أهم أحداث المسجد الأقصى بالإضافة لبعض التعليقات الأخرى حول الأحداث. تعد المشاكل والقضايا المتعلقة بمنطقة المسيري بالعامرية بالإسكندرية حاضرة وبقوة في اجتماعات نواب حزب النور التي عقدت مؤخرا. وكشف المكتب الإعلامي لنواب الحزب بالعامرية أن كافة القضايا العالقة في طريقها للحل، حيث تقدم النائب أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف بعدد من الطلبات بشأن التضرر للمزارعين من تغطية ترعة المسيري، هذا بالإضافة إلى السعي الدائم لاعتماد معهد فتيات المسيري الأزهري وغيرها من الملفات الأخرى. تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن خطة تركيب كاميرات المراقبة في محيط الأقصى، كما أزال البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى، وذلك حسب ما ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها. أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء أنه لا دخول إلى المسجد الأقصى في القدس للفلسطينيين إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع بعد إزالة السلطات الإسرائيلية بوابات كشف الآلات المعدنية عن مداخل الحرم القدسي. دعا عضو الكنيسة الصهيوني بتسلئيل سموتريتش ببناء كنيس يهودي بباحات المسجد الأقصى المبارك، قائلا إن الرد الصهيوني المناسب أن الطرف الآخر يفهم ويشعر الهزيمة، وذلك في حوار مع القناة السابعة الصهيونية. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 قتلى فلسطينيين ارتقوا وأصيب 1090 مواطنا منذ أحداث المسجد الأقصى خلال الفترة من 14 وحتى 23 من يوليو الجاري. كشف نائب وزير الخارجية الفلسطيني تيسير جرادات عن مساعي تقودها حكومته لتشكيل لجنة على المستوى الوزاري ضمن منظمة التعاون الإسلامي للتواصل مع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى. أعلنت السلطات الباكستانية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري بمدينة لاهور شرقي البلاد إلى 26 قتيلا، بينهم 9 شرطيين و57 مصابا معظمهم في حالة خطيرة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية خلال الليل أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتل المعارضة. قالت صحيفة البايس الإسبانية إن مسجد M30 الأشهر في العاصمة الإسبانية بمدريد تحول إلى مخيم للاجئين، حيث يعيش في حديقة المسجد أكثر من 80 لاجئا منهم أطفال حديثة الولادة، مشيرة إلى أن أكثر من 30 طفلا من مجموعة 80 شخصا يعيشون في حديقة مسجد M30 لأكثر من أسبوعين. قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن وباء الكوليرا حصد أرواح 1864 شخصا في اليمن، فيما يقترب عدد الحالات المصابة به من 400 ألف منذ بدء انتشار المرض في 27 من إبريل الماضي. قال متحدث إن خفر السواحل الليبي أنقذ 278 مهاجرا بينهم نساء وأطفال أمس الاثنين قبالة سواحل مدينتين إلى الغرب من العاصمة طرابلس. أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين قرارا بإنشاء المجلس الوطني للطاقة الذرية. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء توافد حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول إلى منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية. توافق ممثلو مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط الاثنين في تونس على تعزيز التعاون على صعيد التعامل مع تدفق المهاجرين، مشددين على ضرورة إرساء الاستقرار في ليبيا. وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية أو ممثلون آخرون لتونس وليبيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا وملطا وألمانيا في حضور الاتحاد الأوروبي، وتم توسيعه ليضم ممثلين لتشاد والنيجر ومالي. وقعت الهند والصومال على اتفاق لتبادل السجناء بطريقة تكفل نقل سجناء كل منهما إلى سجون في بلدهم الأصلية لقضاء باقي فترة عقوبتهم فيها. كشف تقرير جديد من موقع ماشابل الأمريكي عن قيام الحكومة الصينية بتعزيز إجراءات المراقبة بمنطقة سنجان التي تعتبر موطنا لعدد كبير من الأقليات المسلمة، وذلك بعدما أرسلت السلطات بيانا منذ أكثر من أسبوع تطلب فيه من المواطنين تثبيت تطبيق مراقبة على هواتفهم مع قيامها بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المنطقة لضمان وجود تطبيق على هواتف المقيمين.
أكد فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رفضه زيارة القدس والمسجد الأقصى في الوقت الراهن، ودعا المسلمين لعدم زيارتها من خلال التأشيرات الإسرائيلية، مؤكدا أن ذلك يعد من تكريس الاحتلال الصهيوني والاعتراف بمشروعيته. قال الدكتور محمد مهنا المتحدث باسم الأزهر إن الأمة الإسلامية تستطيع أن تعود إلى ما قبل اتفاقية كامب ديفيد من خلال الضغط على الصهاينة واستدعاء السفراء والدبلوماسيين واتخاذ موقف موحد، موضحا أن الاحتلال يحاول تهويد المسجد الأقصى وتغيير معالمه لما له من أهمية كبيرة لدى المسلمين. قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني وصلت استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد، وأعلن عن نتائج المرحلة المستمرة لليوم السابع على التوالي، والتي كان منها مقتل عدد 40 فرد تكفيري والقبض على 5 آخرين، اكتشاف وتدمير عدد 20 عرب أنواع، تدمير عدد 52 وكر تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات، فضلا عن تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة وعدد 8 ورش تستخدم في تصنيعها، ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية. نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أمس الاثنين فيديو يوضح شجاعة مقاتل مصري أحبط محاولة كبرى لاستهداف أحد الارتكازات الأمنية، ونجح الجندي المصري في تعطيل التفجير عن طريق المرور بالدبابة فوق سيارة أحد الإرهابيين حتى يهرب كل من في محيط السيارة. نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالسجن المؤبد ل43 متهما وإلزامهم بالإجراءات الجنائية وسداد قيمة 71 مليون و684 ألف جنيه تلفيات، والسجن 10 سنوات لتسع أطفال حدث وخمس سنوات لمتهمة، والبراءة ل92 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء. أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيسة هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة، وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا في القضية رقم 48 لسنة 2016 لتكشف عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37713 متر مربع الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية بثمن بخس قدره 225 جنيها للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد 3 أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيه للمتر الواحد بفارق قدره ما يقارب 21 مليون جنيها. تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر والبرازيل خلال 4 شهور الأولى من العام الحالي بنحو 65% ليبلغ 220 مليون دولار مقارنة ب 632 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية بقطاع غزة للدور الأول حيث بلغت نسبة النجاح 68.4%. قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي إن المحافظة تواصلت مع هيئة الطرق والكباري لسرعة العمل على ترميم كوبري الشموت على الطريق الزراعي ببنها بعد حدوث هبوط به. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء جو مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلة. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.